السلام عليكم عمر، يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك يا أهلا فيك مرة ثانية بالجلسة هاي. هاي الفيديو الثاني بعد ما حكينا على الكيس ريبورت الماضي إلك. بدنا نحكي اليوم عن كوهورت ستدي شاركت فيها. طيب، فهلأ التعريف، يعني إن شاء الله حناخده من التعريف الماضي فما مشان ما نكرره، والطلاب أوريدي شافوا الفيديو أول وبيعرفوك منيح. فخريج ابن دفعتنا ومن جامعة التكنو، وما شاء الله له بحوثات كثيرة، واليوم اخترنا واحد حلو منه. خلينا نسوي شير سكرين. هذه هي الصفحة للبحث اللي شارك فيه عمر عبيدات، اسمه شو؟ Outcomes of Treating Tibial Shaft Fractures Using Intramedullary Nailing. ففي إذن عندنا نوعين نحن في عدة أنواع، بس على الأقل عم نحكي عن نوعين، اللي هي فيك تعالج الكسر هذا بالتيبيا بالساق، إما بالنيلينج المسامير أو ببليت مثل صفحة من حديد، خلينا نقول versus minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis. فهي صفحة من PubMed. يعطيك العافية يا عمر. فيك لو سمحت تحكي لنا شوي زيادة عن البحث هذا. هلأ هاي الكيس لما أنا فتحت البي دي اف تبعه ليكو عندي هون بعد ما حملته، فهي الصفحة مكتوب هون على جنب إنه هي cohort study. فيك تقلنا لو سمحت شو هي بالضبط cohort study وشو أنواعها؟ الكوهورت ستدي هي واحدة من الأوبزيرفيشنال ستديز، يعني إحنا ما بنتدخل بالمريض، يعني مش انترفينشنال في نحكي أو كلينيكال ترايل. الكوهورت ستدي بيكون عندنا تو جروب بيست اون ذا اكسبوجر، اكسبوزد اند ذن اكسبوزد جروب. هلا يعني أنت حكيت لنا قبل شوي مصطلح الأوبزيرفيشنال والانترفينشنال، معناته الطلاب، بس بدنا نشرح لهم شو معنى الobservational. يعني إذا الريسيرش هي هيك، خلينا نقول هي الجذع الشجرة أو المظلة الرئيسية، بنقسم قسمين. في عندنا الobservational اللي هي ترجمتها المشاهدة فقط، وعندنا الinterventional. يعني interventional studies يعني نحن بنغير شيء أو بنعالج المريض وبنجرب عليه أو بنجرب على هذا، بغض النظر إنسان أو حيوان أو بالمختبر حتى. فهي نحن بنأثر بشيء عم ندرسه وبنغيره، بنقارن بين تغيير ولا وغير تغيير. اما معناته اللي حكيتها هي الاوبزرفيشن، هي مشاهده. ف شو كملنا عنه لو سمحت. الاوبزرفيشنال انواع، يعني كروس سكشنال عباره عن كويستشنير ومن وضعه بنشوف نتائجه. اذا في كروس سكشنال. طيب النوع الثاني اللي هو كيس كنترول، يكون عندي مرضى ومش مرضى، يعني مثلا تي بي نون تي بي بيشنت، واحد عنده السل وواحد ما عنده السل، بنقارن بيناتهم. بالضبط. الكوهورت ستدي هون based on exposure to group، مثلا exposed to smoking and not exposed to smoking، منشوف يعني على مدى فترة معينة هل صار معهم complication أو لا. هنا عندي كمان من type of cohort study إنه exposure معين، الاثنين عندهم الجروبين هنا عندهم tibial shaft fracture بس عالجناهم بطريقه معينه. هلا بدي اوقفك هون شوي لانه هي الشغله مصطلحين حلوين حكيتهم. اذا لحتى نعرف بس الكوهورت، اذا هي بتشترط شغلتين لحتى نسميها كوهورت. الشغله الاولى الاكسبوجر ونون اكسبوجر، انه الشغله وجدت او ما وجدت بغض النظر شو هي، مثلا مدخن وغير مدخن، واحد بيلعب رياضه وما بيلعب رياضه، اذا وجود وعدم بنقارن هالشغلتين. احيانا ممكن يكون في حتى اكثر من جروبين، بس بابسط اشكالها هي هيك. صح. شغلة موجودة وغير موجودة، والشرط الثاني اللي حكيته على فترة من الزمن. معناته ما فينا نحن نعمل، يعني الكوهورت ستدي ما بصير تنعمل بيوم وليلة أو بفترة قصيرة من الزمن، خلينا نقول مقطعية وتسميها كوهورت، لازم تكون على مرور زمن معين. فإذا نحن بنشوف إذا الشغلة هي اللي نحن مهتمين فيها للبحث تبعنا، سواء كانت رياضة أو غير رياضة، تدخين أو غير تدخين، أو بحالتكم هذا البحث الحلو اللي أنتوا عاملينه اللي هو الساق مكسورة التيبيا، ولكن بس عالجناها بطريقتين مختلفين. يعني أيوة ممكن تعتبر الإكسبوجر اللي هو علاجين مختلفين. يعني هو المريض حيتعالج، حيتعالج أكيد، ما حنترك رجله مو معالجة، فهي مفروغ منه. فإذا حيتعالج على كحال، فبدنا نقارن بين علاجين، العلاج بمسامير وعلاج بصفيحة حديدية للكسر هذا. ف إذا مجموعة تعالجت بالصفيحة، مجموعة تعالجت بالمسامير، خلصت العملية ومضى عليهم زمن،
بنلحقهم بعد شهرين ثلاثة، بعد سنة سنتين، وبنشوف شغلة نحن مهتمين بدراستها. فحكينا لو سمحت هلا شو الشغلة اللي انتو بالضبط كانت يعني بالضبط كانت هامتكم للبحث هذا؟ فهذا اللي صار، انا اللي فهمته قرأت المقالة وليك قدامي، انه فعلا كان في عندنا بالمستشفى مؤسس ريتروسبكتيف كوهورت. هلا بدي اياك لو سمحت تحكي لنا شو معنى ريتروسبكتيف. فانتوا رحتوا عند هالمرضى واتبعتوهم ب 15 شهر تقريبا، وقارنتوا. هسا الدراسه هي تقريبا 4 أو 5 سنين. بس المريض الواحد يعني الفولو اب مين تبعه كان 15.3 شهر. اوكي هلا يعني سنه ونص تقريبا. مشان نشرح للناس انه اول شيء مشان ما يضيعوا الكوهورت، هي شرحنا معناها. بس شغله هلا اللي هي ريتروسبكتيف، في نوعين للكوهورت مو هيك؟ في نوعين للكوهورت، ريتروسبكتيف وبروسبكتيف ستاديز. ريتروسبكتيف ستاديز يعني بترجع بالزمن لورا، انت بترجع لملفات المرضى، هم عملوا العمليات، المرضى من زمان اجوا وتعالجوا وخلصوا، انت بعدين بتجي بالمستشفى وبتفتح الملف. انت بتيجي بتفتح الملف، بتشوف بتطلع منه البيانات اللي بدك اياها، وممكن ترين على المرضى يعني اذا في بيانات ناقصه تاخذها منهم احيانا. اذا الملف ناقص بتفتح على السجل بتشوف طيب. فاذا مثلا انت هلا البحث عم تساوي بال2000، هذا اي سنه كان تتذكر؟ هذا 2022 عليكم، مكتوب عليه 2022. فانت هلا هو النشر 2022، انتم شغالين عليه من زمان. نفترض اشتغلت عليه من كم، 2018 19 هيك شيء، هو من 5 سنين تقريبا الدكتور بيجمع بيانات. فانتم من 5 سنين، خلينا نقول من 2000 و هي 22 هي 20 وهي 2017 تقريبا. هذا البحث بصراحه يعني هو ميكست ريتروسبكتيف وبروسبكتيف، يعني فكره بلشت من دكتور 2018، في سنتين كانوا بروسبكتيف يعني هو يتابعهم. مشان ما نلخبط الطلاب نمشي معهم خطوه خطوه، لانه طلابنا يعني مشان يقدروا يستفيدوا. فا اوكي خلينا نقول بلشت المشروع هذا ب 2018، كان اوريدي مثلا خلينا نقول في 50 مريض مكسوره رجلون، وناس عاملين هي الجراحه تبع الصفيحه، وناس عاملين جراحه المسامير. جمعتوا عدد معين، بعدين قلتوا خلينا نعملها بروسبكتيف. فبالضبط هلا حكينا شو هي البروسبكتيف لو سمحت. بروسبكتيف يعني انت عندك فكره الدراسه، بدك تبلش تشوف المرضى وتجمع المريض وتتابعه من اللحظه هاي للحظه الشفاء او لحظه الفولو اب اللي انت بدك اياها والاوتكم اللي بدك اياها. اللي عندنا هون الاوتكم اللي بدنا اياه كان اللي هو الفيوجن، انه المريض ما عنده اي مشاكل على الاكس راي، كان في جود هيلينج للفراكتشر. هاي كانت تاخذ تقريبا سنه وشهرين. فانتوا عندكم هذا، خلينا يعني نعرف المصطلح للطلاب، الاوتكم اوف انترست، اللي هي الشغل اللي انت بدك تقيسه وتقارنه بين المجموعتين، مزبوط؟ صح. طيب فاذا الريتروسبكتيف مثل ما شرح لنا زميلي عمر، انه انت عندك هذا البحث، عندك الفكره، عندك الشغل اللي عم تدور عليها، والمرضى اجوا وراحوا من زمان، انت بس بتروح بتفتح ملفات. طبعا الحمد لله بزماننا هذا صار في شيء اسمه الكترونيك هيلث كير، ايوه كله موجود على الكمبيوتر، انت بس بتفتح. من زمان قبل يعني 10 سنين، حتى مو شغله كتير قديمه، على الاقل عندنا بالمستشفى قبل 10-15 سنه ما كان هذا الشيء موجود. بدك تفتح شو، تروح على سجلات بالابو تحت الارض، تفتح الدساتير هي الكبيره وتقعد تقرا فيها الاوراق، فبجمع منها معلومات بتحطهم عندك على الكمبيوتر وبتساوي لهم داتا اناليسس. هي سميناها ريتروسبكتيف في الماضي. انت عندك يعني بتفتح سجلات المستشفى، بتشوف مين كسر رجله، مين عمل العمليه تبع الصفيحه، مين عمل عمليه المسامير، وبعدين بتشوف شو اخر سجل موجود عندك، اذا مشي مثلا او ما قدر يمشي على رجله، هذا معيار من المعايير. اما البروسبكتيف معناته اذا انك بتبلش من هذه اللحظه اللي انت عم تبلش فيها البحث وبتروح الى المستقبل. بتقول اذا انت مثلا دكتور عياده، والله انا بدي اشوف، انا حساوي العمليات هاي للمرضى تبعي، وكل مريض حخلي رقمه عندي، بس طلعه من المستشفى قل له انا برن عليك مثلا بعد شهر، شوف شو صار برجلك، كيف تحسنت، وهكذا. ممكن تتبعه سنه سنتين 5 سنين حسب الشغله اللي انت بدك تقيسها. هلا السؤال، اذا الاوتكم اوف انترست مثلا ممكن يكون المشي، شو الشغلات الثانيه اللي كنتوا عم تقيسوها بالبحث تبعكم؟ احنا مين لي side effect of surgery او complication of surgery، مشاكل اللي بتصير مع العمليه.
أول كان outcome of interest اللي هو blood loss كان ينقاس على إذا في درين يشوفوا كم طلع قديش نزف يعني number. بالعملية، إذا في عملية أخطر من أيوة الثانية أو بتحتاج دم أكثر. number of bleeding goes إذا احتاج نقل دم أو لا أيوة ونزول الهيماتوكريت. هي كلها الشغلات شو قريبة على بعض، إذا يعني حدا ملاحظ معنا كم نزف، كم شاش استعملوا ليوقفوا النزيف بالعملية أو لحتى يوقفوا الدم، إذا نزل الهيموغلوبين تبعه أو الهيماتوكريت، أو إذا أخذ، يعني هي أخطر شيء اللي هي بيكون نزف كتير فعلا لحتى احتاج يأخذ وحدة دم. طيب فهي كلها الشغلات معناته مهمة، إذا أنت هيك فهمتني يعني، هي إذا أنت عامل ريسيرش بالماضي بدك تكون عم تدور على المعلومات هي أصلا، ما بصير أنت لما تيجي تكتب البحث تقول إذا موجودة ولا لا، بدك تكون مخطط لها من زمان لما تبلش. صح، هي مشكلة على فكرة عندنا أنه أحيانا ما بتكون يعني بتيجي بيساوي بحث ومو الشغلات هي مو مجمعة. اللي ساعدنا إنه بالبحث هون إنه قسم العظام بالسيرجري نوتس بكتب كل الأشياء هاي، فكلها أيوة موجودة بالميديكال ريكورد وسهل عملها كان بالنسبة لنا. أيوة حلو كتير. أحيانا معناته بالضبط هي شغلة معناته معلومة مفيدة للطلاب، إذا أنت حاب تعمل كيس كنترول ستدي بدك تعمل بحث وتكون الشغلات اللي عم تقيسها أو المعلومات اللي عم تجمعها تتأكد قبل ما تبلش وتخطط وتمشي بالبحث، تتأكد أنه أصلا هي الشغلات موجودة بسجلات المستشفى تبعنا. بالضبط، لانه احيانا في طلاب انا كثير بيحكي معي ناس بيقول لي والله بدي اعمل بحث وبده يجمع معلومات، وهي الشغلات ما بتنكتب عنا بالنوتس ومفكر انه هو حتكون موجوده يعني. الشيء الثاني كان في الكومبليكيشن سيرجيكال سايت انفكشن، اذا صار في التهاب وتلوث بالجرح هاي على الفولو اب بعد العمليه. المريض بضل تقريبا يومين بالمستشفى، ف كل يوم بمر على المريض كان مقيم يشوف حالته يشوف الجرح إذا في sign of infection أو لا، وإذا مشي على antibiotic أو لا. فكنا ندور عليه في الميديكال ريكورد إذا كان في antibiotic ماخذ بعد العملية أو لا، مش as prophylactic. إذا كان في بالdescription redness و والsigns of infection الكاملة اللي هو swelling redness، إذا في discharge في علامات أو لا. الالتهاب بالجرح يعني، هي كلها طبعا بتكون معناته تعبوها بالإكسل شيت وبدها عناية كثيرة يعني لحتى تقدروا تجمعوا يعني بدقة لحتى تقدروا تحللوها وتقارنوا بيناتهم. صح. طيب هلا هي هي البحث أنا مفتوح قدامي وكنت بس هيك عم بتصفح على السريع، فهذا هو الجدول كنتوا عم تقارنوا بين الاثنين، بين المسامير وبين البليت. كمان هون في هي هي الصور، هذا هو اللي أنا فهمت إنه النيلز مزبوط اللي أنا فاتحه هون. هاي الصور بس عشان الناس تفهم إيش يعني بليت وإيش يعني نيل. هاي بليت أيوة اللي على أقصى اليمين، أقصى اليمين أيوة بليت. هاي تمام وهاي كمان بليت تمام، بس هاي والنيلز بعد واحدة بعد هيلينج واحدة بعد العملية مباشرة. أيوة عم بيقارنوا، أيوة هون لما كان الكسر أوله أنا كأني شايفه عندي بالضبط. أيوة وهون عم يقارنوا بعد. تمام لا وهي هاي في خربطة من المجلة إنه حاطين بي وإيه مش عارف ليش أيوة يبعثينهم عليها. أوكي والله منيح لقطناها اليوم. وهي النيلز تحت، هاي النيل أيوة النيل بنحط جوا العظم من جوا بالمدلة، البليت من برا. أيوة فهل الشغل معناته أحيانا يعني حتى غير الأطباء مرضى بيسألوا عنه، هل في وحدة أحسن من وحدة؟ شو رأيك أنت، شو بتنصحني أو يعني شو هذا البحث اللي المعلومات اللي استفدناها أنت هلأ، خلينا نقول إذا كنت أخصائي عظام شو اللي راح تقوله للمرضى لما بدهم يعملوا العمليات، شو بتخيرهم وشو بتحكي لهم؟ بالضبط هاي هي فكرة البحث، يعني إنه هل في وحدة أحسن من الثانية أو لا. يعني كنتائج بالنسبة لنا يعني ما في كان إشي أي إشي significant إلا البليدين كان شوي أعلى بالبليت. أيوة كانوا ينزفوا أكثر أثناء العملية، أثناء العملية مش بعد العملية. بس طبعا النزيف لا يذكر برضو، يعني مش يعني نزيف مؤثر إنه بيحتاج نقل دم أو إشي. أيوة يعني بس بالمقابل مرضى النيل كان عدد الناس اللي ما بجبر الكسر وبيحتاجوا عملية ثانية أعلى وكتكلفة أعلى النيلز وكمدة تكلفته أعلى وكمدة أوكي. عملية أطول
من البليت. ايوه، فهي الشغلات اذا المشكله التكلفه بتاثر على المريض، فهي ممكن تهمه، والمده بتاثر على الدكتور. احيانا في ناس ممكن يفضلوا واحده على الثانيه اذا العمليه بتطول. كمان في ريسك انه ما يجبر الكسر، صح؟ لأعداد قليله يعني اثنين، وكانوا مش سيجنيفيكانت لانه العدد قليل، بس ممكن لو كان العدد اكبر يكون ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. طيب، ما هذا بالضبط، هذا انت فتحت الموضوع قصه الستاتستيكال سيجنيفيكانس، انه نحكي للطلاب يعرفوا الفرق بين الستاتستيكال سيجنيفيكانس والكلينيكال سيجنيفيكانس. يعني احيانا الطلاب بيزعل انه ما طلع الفايندينج تبعي ستاتستيكلي سيجنيفيكانت، ما اجى البي فاليو تحت 0.05. بتذكر انت حتى قلت لي هذيك القصه. فأنا يعني بتذكر هون منيح عندنا بالبحث ما كنا ندور على statistical significance. بالضبط، يعني المجرد انه ما في فرق finding بالنسبة لنا، يعني عندنا بالمستشفى كان يفضلوا النيل اوفر بليت هذا اللي انا حاب احكيه، دون اي مرجع. انه الطالب احيانا بده، يعني هو بيجي بده يثبت انه هي احسن من هي، او انه لازم البي فاليو يطلع تحت 0.05، بس هو مو فهمان. يعني اذا ما له عرفان اللي انتم عم تحكوا، انه لا، طالما نحن اثبتنا او على الاقل جبنا شويه، يعني نسبه معينه من دليل انه الاثنين متساويين نوعا ما او متقاربين، معناته فعلا لما تحكي مع المرضى تبعك بدك تفهمهم هذا الشيء، انه نحن عرفنا انه متقاربين، وهذا الشيء حلو للمرضى بحيث انه ما يتشدد او يعني يصر على نوع او نوع اخر. وممكن التكلفه هون بيصير تلعب دور، تقول له الاثنين يا فلان نفس بعض، فإذا أنت فارقة مثلا معك التكلفة خذ هذا. هي لحالة استنتاج حلو يعني من الستدي تبعكم. طبعا إحنا دراستنا ركزت بس على الكمبليكيشن مش على الكلينيكال أوتكم، خلينا نحكي أو الفانكشنال أوتكم، لأنه كان في دراسات معمولة وكويسة على الإشي هذا على الوظيفة تبع الكسر، كله. يعني وظيفة الرجل ما في أي اختلاف. بينما يعني دراسات كانت شوي قليلة على الموضوع اللي اخترناه اللي هو الكومبليكيشن. كان في هذا بس بدي احكي عنه، بما انك جبت سيرة الفانكشن، open fractures هيك انتو حاكين were classified according to the Gostilio-Anderson classification. هي شغلة يعني لازم يعرفوها الطلاب، انه لما تبلش بحث ما بصير تبلش بشغلة أنت ما لك فهمانة، لازم تكون عارفان شو عم تدور بالضبط وكيف تقيس هاي الشغلات. يعني مثلا لو أنتوا يعني غلطتوا والناس اللي انكسرت مثلا رجلهم وعملوا النيلز، كان مثلا رجلهم مثلا مكسرة 30 شقفة، والناس اللي عملوا البليت مكسرة بس كسرين قسمين، فما فيك أصلا تقارن هيك، ما فيك تقول هي أحسن من هي أو هي أسوأ، لأنه الناس اللي عملوا هاي العملية مختلفين عن الناس اللي عملوا هاي العملية. فبالضبط الشغلات هاي اللي انتوا عاملينها، معناته انه مثلا نعمل السكور هذا او التقييم هذا او التقسيم الفلاني للكسور بحيث نقدر نساويهم ونقارن بيناتهم وهنا على نفس المستوى. فلازم اذا الطالب اللي بيعمل البحث لازم يكون عارفان بالضبط شو، لازم يكون دارس المرض منيح وقارئ عنه من كتبه ومن البحوث السابقة قبل ما يقرر يعمل او يضيف اي شيء جديد هو. يعني البحث بمر بمراحل، أول مرحلة بيكون عندك فكرة، بعد ما يكون عندك الفكرة الجنرال أنت بتروح تدور على أبحاث ثانية إيش مشتغلين، إيش الفي جاب بالموضوع هذا، الترند الحالي اللي ماشي في الموضوع هذا، وبتحطها جنب فكرتك إيش ممكن تستفيد منها. بعدين بتكتب بإشي اسمه بروبوزل. البروبوزل بيكون فيه الخطة الكاملة للبحث، يعني اللي هو الطلب من الجامعة. يعني مشان نشرح كمان للطلاب، ما بصير أنت والله هلأ أنت دكتور أو خلص طالب تروح تجمع معلوماتك لحالك وتقول خليني أقدم لجورنال، بدك تقدم إذن على إذن من الهيئة العلمية اللي أنت شغال فيها أو مداوم فيها، فهذا هو البروبوزل. تمام، البروبوزل بيكون في هدف الدراسة، الميثودولوجي إيش أنت بالضبط بدك تعمل، إيش الأشياء اللي راح تأخذها من بيانات للمريض من الملفات المرضى، هل راح تتطلب الدراسة إنه تصور المريض أو تعمل intervention معين أو لا. يعني هو إذن أخلاق إذا من الجامعة، أنت بدك تحكي للجامعة وللإدارة إنه والله أنا مثلا أنا دكتور عظام أو طالب طب شغال مع دكتور عظام،
حاب جمع معلومات عنهم، واحد اثنين ثلاثة، مين كسر رجله، كيف انكسرت، شو كان مستوى الكسر، شو نوع العلاج، وبدنا مثلا نتبع معهم هالفترة من الزمن ونقارن واحد اثنين ثلاثة لحتى هنا ينظروا في الشغلة هل هي بتسوى أو ما بتسوى، هل بحق لك تجمع المعلومات ولا لا. وكمان إذا أنت بحثك لسه متقدم أكثر، أحيانا بده مصاريف، بده تمويل، فكمان بدك تحكي هالشيء بالبحث هذا اللي هو البروبوزل أو الاي ار بي، اختصار للانستيتوشنال ريفيو بورد، فبناء عليها بيوافقوا لك اياه وبيعطوك الاذن الاخلاقي مشان تكمل شغلك. اهميه البروبوزل مش عشان كمان تحصل الاي ار بي، هو بتحط انت مخطط للدراسه كامله، صح، متى راح تبلش، متى راح تنتهي، كيف راح تتم الدراسه كميثودولوجي، ايش الاشياء اللي متوقع انت تطلع كنتيجه من الدراسه as a conclusion او كفائده كمان، يعني بغض النظر احيانا ما بتكون انت عارفان الكونكلوجن اللي حيصير، انت ما بتعرفوا لما بلشتوا هل حيكونوا نفس بعض او هل حيكون واحد احسن منهم، بس انت بتعرف انه لو عرفنا بناء عليها حنقدر نفاضل بين عمليه وعمليه اخرى، او ننصح المرضى بوحده او باخرى. فهي هي بالزبط. الشغلات اللي بدها تنحكم اذا بالبروبوزل. طيب هلا اخر شغله، لأنه أنت حكيت لنا المرة الماضية عن الكيس ريبورت أنه هو أدنى نوع من خلينا نقول درجات الريسيرش وفي هرم، فاللي هو السؤال الخامس والأخير، حكينا لو سمحت شو البروز والكونز، شو السلبيات والإيجابيات للكوهورت، وكيف تجي بتتقارن بالقضية الأفيدنس بيراميد اللي حكينا عنها مع الكيس ريبورت. أدنى الهرم زي ما حكينا كيس ريبورت، بعدين بيجي فوقيه، أنا حضيف الصورة إن شاء الله على بالإديتنج بعدين راح أضيفه مشان الطلاب يشوفوه للهرم هذا. كيس سيريز يعني الكوهورت ستدي من الدراسات القوية اللي بتيجي تحت الكلينيكال ترايلز ومباشرة، فهي نوعا ما قوية والإفيدنس تبعها ممكن يتعمم على الدراسات الثانية، سهل إنه تنعمل كونه يعني أنت ما في أي intervention بالمريض، أنت بس بتشاهد إيش اللي راح يصير، فشوي سهل إنه تنعمل كفكرة، خصوصا عندنا في بلادنا كونه ما في فند كثير تعمل clinical trial. صحيح، أنا يعني ولا مرة يمكن بحياتي قريت clinical trial عنه، يمكن مرة واحدة وكانت حتى بس قضية education، يعني إنه بدنا to educate one group not educate one group، وبس ما كانت drug أو هيك pharmacy. فا اوكي حلو، اذا هي من انواع الاوبزرفيشنال تجي تحت الراندومايز كنترول ترايلز تقريبا مباشره. وطيب هلا حقيقه انت عن قضيه السهوله، كيف بتتقارن هاي الاستدي من ناحيه سهولتها وجهدها والعلم اللي انت بتحتاجه حتى تبلش فيها مع الكيس كنترول؟ هي تقريبا نفس الشيء يعني مع الكيس كنترول استدي من ناحيه الصعوبه، ما بيفرقوا عن بعض. طيب والوقت، المدة اللي بتستهلكك يعني لحتى تساوي هذا الشغل؟ يعني هي بتأخذ فترة طويلة. يعني هاي زي ما حكيت لك أخذت تقريبا من دكتور أحمد 6 سنين أو 5 سنين، ما بعرف بالضبط. هلا الكيس ريبورت قلت لنا آخر سنتين. أنت الشجرة ظلت تنمو 6 سنين، أنت بس أجيت أخذت التفاحة. بالضبط. يعني انت حكيت لنا انه بالفيديو الماضي الكيس ريبورت اخذ، يعني بياخذ، انا بعرف كثير ناس اشتغلوا كيس ريبورت فعلا بيشتغل عليها اسبوع اسبوعين، كثير احيانا اذا طولت، واذا هو بلش من الاول بتاخذ له شهر زمان ماكسيموم، يعني هيك شيء. بعد هيك بيكون خلينا نقول الموضوع يعني خلص طلع من ايده، وباقي الشغل يعني مجرد تقديم وشغلات اداريه، بس الشغل نفسه لا يزيد عن شهر او اسبوعين ثلاثه. بينما الكيس ريبورت يعني هي شغله بتطول كتير، انت حكيت لنا 6 سنين وانت فايت عليها بالاخير واخذت مع ذلك سنتين منك لحالك. والله يعني هي شغله صح لازم الناس يخلوها ببالهم اللي حابين يبلشوا ريسيرش، يعرفوا الفتره الزمنيه المتوقعه لك ريسيرش. هلا انا اذا بدي شارك خبرتي صح، انا الي كمان الي تو انا الي تو كروس سكشن ستديز وتو كيس كنترولز، اسف تو كوهورتس، وفعلا يعني واحدة من المانجايتس اللي هي هلا ان شاء الله بدنا ننشرها اخذت مني، يعني انا هلا حخلص الامتياز تبعي وبلشت انا وباقي الفريق مع بسنه ثالثه، لما كنا بنص سنه ثالثه، فهي من سنه ثالثه لرابعه ورابعه لخمسه وخمسه لسادسه وسادسه لسابعه، هي مضى عليها 4 سنين
بيورلي يعني شغل كامل لنا. في كمان ريسيرش تاني على البانكرياتيتس كمان أخذ منا سنتين، فهو فعلا نياس الكيس ريبورتس بتطول كتير. تخربطت مش كيس ريبورتس، الكوهورت آسف نعم الكوهورت ستديز. هلأ شغلة صح لازم معناته طالما هيك يلي حاب، طبعا أنا صراحة بنصح الطلاب وبحب الكوهورت وبنصح فيهم، بس فعلا معناته اللي حاب بيشتغل كوهورت لازم يعني شغلتين مهمات، يبلش ASAP أسرع ما يمكن، يبلش يفكر بريسيرش يعني سنة ثالثة سنة رابعة، مشان إن الله أكرمك ونشرته بسنة سادسة أو بالامتياز. فأحيانا طبعا للأسف كثير ناس بيستسلموا خلال الطريق هذا، يعني هي عن جد هي صح يعني هيك تذكرت، هي مو مثل ما بيقولوا سبرنت، يعني مو ابذل كل جهدك مرة واحدة وخلص بتحصل النتيجة، بدك يكون عندك نفس طويل وتقدر، هي ماراثون تقدر كل يوم تهرول لك بس هيك تمشي لك هيك يعني 10 دقائق، بس بدك تضل تعمل هالشي لمدة 3 سنين لحتى تحصل النتيجة، فالواحد بده يبلش بكير. وانه كمان الشغلة الثانية يكون مخطط بداية الريسيرش، يعني مو والله يبلش هو ضايع وما له مخطط ولا شيء، بالضبط الشغلات اللي قلت لي اياها يا عمر، يعني مثلا ما بيعرف اصلا السيرجري تبع الاورثو، ما بيعرف الجوزز، قصة البليدنج، قصة كيف تنقاس الشغلات هي، السكور هذا اللي حكيته تبع الاندرسون ما بيعرف اي شغلات، اذا اجى يساوي ستدي ما جمع اصلا البيانات هي، فلما تيجي تساوي داتا اناليسس ما هيكون اصلا عندك شغلات تساويها، بدك ترجع تعيد من اول وجديد، وهي شغلات صارت معنا للاسف، فهذا كمان بيستهلك منك وقت وجهد زياده، فلذلك انك تبلش وانت فهمان وانت عارف الموضوع منيح ومخطط له، بحيث ان شاء الله الشيء اللي بلشته يكون مبني صح. صحيح. بس شغله اخيره، يعني الكارت ستدي مش دائما تاخذ فتره طويله، يعني في ستديز ريتروسبكتيف بتكون بس حصرا ممكن نطلعها خلال 2-3 أشهر، يعني انت وهمتك بالتطليع البيانات من صح في ناس يعني حسب كمان كمية البيانات، اذا كمية ضخمة يعني هو عدد المرضى بدك تجمع 100 مريض ولا 1000 مريض هي بتفرق، هي واحد وكمان كل مريض، يعني احيانا المريض بدك تعبي له مثلا 20 معلومة وخلص، وفي مرضى يعني واحدة من الستديز جمعتها بدك تجمع 222 معلومة، فعدد صغير من المرضى بس كل مريض بقعد عليه تقريبا ساعة تجمع منه البيانات على الكمبيوتر، يعني أنا والله كنت حط هاي الأوديو وكذا بلوتوث فونز وقعد أسمع وطول يوم بالمستشفى بتطول، فحسب البيانات لكل مريض وعدد المرضى. بس كمان شغلة يعني أنا أحيانا خلي الطلاب يعني خلوا باله من الشغلة هاي، أنه بصير في تأخيرات أنت مو مخطط لها، يعني موضوع مو احلام ذهبيه، يعني المانجات استبعنا هذا الريسيرش تاخر سنتين، هو 4 سنين سنتين منه بس تاخير بسبب كوفيد، ما كنا عم نشتغل حقيقه، يعني هو الريسيرش كان جاهز من 2020 يعني نهايه 2019، بس اجى كوفيد الناس انشغلت، الدكتور اللي انت شغال معه بينشغل، تبعت له ايميل بيرد لك مثلا بعد شهرين، بيسافر عنده مؤتمر بتروح كمان شهرين بتيجي، فبيقول مثلا بالصيفي ما في، فهي الشغلات كلها تم يعني شهر من هون شهر من هون، بتلاقي حالك راحت عليك سنة وسنتين وانت مالك حاسس بالضبط. والله يعني كمان شغلة عندنا حلوة بالمستشفى، يعني بتقدر تروح على IT تحكي له انا بدي اطلع البيانات هاي 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 من كل مريض، وبودي لك اياها باكسل شيت خلال دقائق، يعني عن طريق اكواد SQL. بس بدت في بيانات مخصصه ليست كل شيء، اللي هي مثل لاب تيست الهيموغلوبين، الشغلات هاي اللي هي طبعا هلا طلاب الكلينيكال اللي داوموا ان شاء الله بالمستشفى بيعرفوا نحن شو عم نحكي، اذا فتحتوا السيستم في نوتس كلينيشن نوتس، انه بتكون مجرد هي ورقه ولكن على الوورد خلينا نقول او صفحه على هاي، فبتكون شو النوتس تبع الدكتور مكتوبه، فهي اذا انت بدك تجمع البيانات هاي ما فيك تحملها من عند الاي تي من عند التك سبورت بالمستشفى. بيقدروا بس بشرط انه يكونوا كونسيستنت بالكتابه، ما في اخطاء املائيه. لا قصدي ما فيهم انه يجمعوه من يجمعوه من الاي تي، بس في مشاكل كثير بتصير خلالها، يعني صعبه فعلا كثير عندنا. يعني لازم يكونوا ما في اخطاء املائيه، فورم واحد بالكتابة. وهذا الإشي كان يعني مو موجود عندنا. في أقسام عشان الأبحاث بيجبروا مقيمينهم إنه يكتبوا باستخدام فورم معين، عشان إذا بدهم إشي
تكون سهل عليهم تطليعه من خلال. والله حلوة هالمعلومة، أنا أول مرة بسمع منك، بس حلوة. للأسف نحن يعني إلى الآن مو كتير مشهورة أو ستيل يعني في ممكن تحسن يصير، لأنه فعلا يعني أنا وأنا عم جمع الداتا شفت يعني هي حتكون عندك مشكلة إذا المقيم مثلا كتب كلمة غلط، ويا ما بتصير appendicitis مثلا بي واحدة أو pancreatitis قدم الإي على الإي، يعني لأنه هو مسكين مداوم له 20 ساعة و... والكيبورد أصلا سيء مو مثل الكيبورد تبع كمبيوتري اللي زرار كلها ياتون فيهن بسكوت و... مرات مقبوع ال يس ف هلا انا شوف انا بحياتي ما الكيبورد تبع المستشفى بيكون فيها اللي هنا الستاند هذول تبع اللي تحت من تحت الكيبورد هيك في تو هذول الكليبس اللي بيلفوا مشان تعطيك زاويه الكيبورد بدل ما يكون هيك على السطح يلف شوي كل دائما واحد منهم مكسور فبتلاقي الكيبورد بيلقلق وانت بتكبس عليه فالمشكلة إيه فهيصير في خطأ بالبيانات ففعلا تتعذب إذا بدك تجيب البيانات اللي مكتوبة كتابة أما الشغلات اللي بتنزل على السيستم أرقام مثل الهيموغلوبين الفحوصات النتائج فيك تجيبها بسهولة فهي الشغلات تأخذ منك وقت بتجميع الداتا وكمان كم عدد الناس اللي بيجمعوا داتا إذا أنت بتجمع لحالك ولا ثلاثة ولا ستة بيجمعوا هلا شغلة أنت يعني جمعت داتا لحالك ولا كم كان المشاركين معك بالبحث هذا صراحة أنا ما شاركت كتجميع داتا حللت ال أنا دوري كان داتا أناليسيس بالكتابة يعني كنت التيم ليدر بالكتابة للمانيوسكريبت أنا طلعت الفاينل مانيوسكريبت وأنا عملت سبمشن للمجلة أيوة فما شاركت بالداتا كوليكشن داتا كوليكشن كان عاملهم الأخصائي دكتور أحمد ردايدي ومقيمينه هلأ معناته هي شغلة لازم نحذر منها الطلاب صراحة لأنه صارت معي كتير يعني أنت هذا اللي صار معك وصلتك عطوك الأكسل شيت قالوا لك حللنا إياها شوف لنا شو النتائج اللي بتطلع وبعدين بلشت كتابة هذه يعني أنت مسكت البحث خلينا نقول يعني في مرحلة في داتا. تخطيط تجميع أنت مسكت المراحل بعد هيك أول مرة يعني كان عدد المرضى أول ما بعثوا لي إياه كان عندنا 60 مريض عدد أي جدا وكان في شوي مشكلة بالداتا كوليكشن فرجعت حكيت مع الدكتور حكيت له إنه مش كونسيستنت الداتا كوليكشن شو المشكلة بالضبط كانت؟ إنه يعني كان عنده 3 مقيمين وكل مقيم بجمع شكل أيوة هاي على فكرة والله كأنك أنت قريت أفكاري أنا هلأ هي الشغلة اللي كان بدي أحكي عنها مشان هيك أنا سألتك هل جمعت وكم واحد جمعوا لأنه هي الشغلة المشكلة بدنا نحكي عنها إذا أنت كنت عم تجمع داتا لحالك وهذا صار معي بريسيرش البنكرياتيتس أنا كنت شغال مع الدكتور دكتور إياد التميمي فقال لي بتحب يعني أنا طولت صراحة بالداتا وقلت لك أنا كنت بحط شو اسمه هدول البلوتوث وهدست وقعد طولي فكنت طول فقال لي بتحب يعني جيب لك كمان حدا تصيروا اثنين وتجمعوا مع بعض نقصر عليك الوقت قلت له شكرا دكتور بس اعتقد فعلا احسن اني جمع لحالي مو طبعا مني انه يكون عدد المؤلفين اقل لانه ما حتفرق انت حينحط اسمك حينحط اسمك ما حتفرق لو في اثنين او ثلاثه يعني مو هالعدد الهائل بس انه لانه انا يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين انا شفت لما يجمعوا مثلا سته إذا أنت يعني إذا ما اتفقتوا على إكسل شيت واحدة على كيف تكتب الفاريبلز أحياناً واحد بيكتب ميل فيميل أحياناً واحد بيكتب صفر وواحد أو أم وأف تتعذب فيها بس هي لسه هي أقل المصايب في مشاكل لسه أكبر بتصير يعني مثلاً بس مشان نوضح للحضور وللطلاب يعني مثلاً شو بدنا مثلاً نحكي عن الفيفر لأنه هي الشغلة صارت معي الفيفر نحن بدنا نجمع الداتا الفيفر فعنا عمود كامل اسمه الحرارة ففي ناس بيكتبوا فيفر نو فيفر عنده حرارة ما عنده أو صفر واحد في ناس بيكتبوا درجة الحرارة بيكتب 37.8 في طب هداك اللي كتب نو فيفر على أي أساس نو فيفر هل كتب لأنه أقل من 37.5 في ناس بيقول لك تحت 38 فالكتوف الرقم انت بناء عليه المعلومات كلها حتختلف والداتا اناليسس حيختلف وممكن يختلف بسبب الشيء هذا او احيانا شغله ثانيه بتصير انه مثلا الفيفر نفسه اذا يعني طلاب الكلينيكال بيعرفوا الشيء بالمستشفى الحراره نفسها بتنكتب باكثر من مكان في عندك الحراره اللي بتتاخذ اول ما تيجي على المستشفى على الطوارئ اللي هي على الترياج وفي عندك الحراره يلي يلي بياخذها الدكتور
بال بال من المريض وبيكتبها على التحت بالسيستماتيك ريفيو او الجنرالز. فاي وحده بدك تاخذ احيانا وانت بتجمع داتا زميلك بياخده مثلا بياخذ الحراره الاولى اللي مكتوبه هنيك، واحد تاني بياخذ اللي مكتوبه تحت، فهي مكتوبه بمكانين احيانا الرقمين بيختلفوا والداتا اناليسيس بيختلف. فلازم الناس يتفقوا اذا انت في عندك اكثر من داتا كولكتر سواء طلاب او سواء عده مقيمين، صح انه تقعدوا قاعده محترمه، اعتقد هي الفكره، تقعدوا قاعده يعني ساعتين زمن تتفقوا على كل حاله وكيف تتعاملوا معها. يعني كمثال في بحث اشتغلنا اي سي جي، صح انا شفته على الريسيرش كيت، اقلل الاشياء هاي، عملت الاكسل شيت قد ما اقدر يس او نو او رقم يعني، والرقم يعني بيكون معروف من وين راح يطلع، او تيك شيت عشان ما حدا يحط اي شيء كتابه، ايوه من الجوجل فورمز هاي كثير يعني. بتسهل. حلو والله. هو في معناته هي فعلا الشغلات اللي قلتها، يعني الفكره انه ميك ات از اوبجكتيف از بوسيبل، ما تخلي شغلات اعتباريه ممكن كل واحد يعني يقراها او يفهمها باسلوب. الرقم دائما احسن من رايك، ما تقول لي حراره ما حراره، قل لي رقم الحراره كم كانت، ما تقول لي نورمال او اب نورمال اي سي جي مثلا، قل لي البي ار انترفال كم كان طوله او الكيو ار اس كم كان طوله. فخلي الشغلات دائما مقيوسة، واتفقوا على الاكسل شيت، يعني مو كل واحد يعمل شيت من عنده وتجمعه مثلا عليها او جوجل فورمز من عنده، يكون انت مثلا الليدر بحالتك، مثلا كنت انت الستاتستيشن عندهم، انت جمع يعني اللي فهمان الستاتستكس، وانت اللي حتساوي الاناليسس، تقول لهم يا جماعة انا سويت لكم الشيت هاي بالمربعات الفلانية استعملوها، وكل واحد مثلا تقعد معهم تفهموا انه الخانة هاي معناها هيك، الخانة هاي معناها هيك. وصراحة شغلة تانية حلوة ما أعرف إذا أنت سويتها بس أنا صارت معي، إنه الليدر تبع الريسيرش يكون available لكل حدا. يعني أنا لما اشتغلت ريسيرش البانكرياتيتس كان الدكتور إياد التميمي الله يجزيه خير عاطيني رقمه تليفونه، وأنا قاعد بجمع ببعت له واتساب قل له دكتور هذا المريض هيك هيك هيك، أنا مالي عرفان اكتبه بالطريقة الفلانية ولا اكتبه بالطريقة الفلانية، أو مثلا عنده تشخيصين أو عنده احتمالين شو نعتبر، او شو اللي فوته بالمعلومه هي، شو اللي اكتبه عندي مشان اسوي له اناليسس بعدين، فهو بيقرر لك لانه هو الاكثر واحد فاهم الريسيرش. اما انه هي الخطا اللي بصير مع الطلاب انه بيقعدوا بيجمعوا داتا سنه كامله، بتيجي بتجمع الاكسس شيت بتلاقي كل واحد مشتغل شكل وانت بتصير بتلطم. بالضبط. احيانا بتخاف انه بتقول لهم يا جماعه انتوا اشتغلتوا سنه على الفاضي. هذا اللي صار، يعني انه كل واحد كان قسله اندرسون مثلا، في مقيمين يحطوا، في مقيمين بس حطوا تي بي الفراكتور على سبيل المثال. والله حلو انه جبنا سيرته، هاي القسيلفو اندرسون سكور اللي حكينا عنه، تقييم الكسر كيف كان، ناس يكتبوه ناس ما يكتبوه. ف يعني خليتهم يعيدوا شوي الداتا، يروحوا على نفس المرضى مره ثانيه من الاي دي تبعهم ويجمعوا المعلومات اللي تركوها. والجزء الثاني اللي هو يزيدوا بيانات، زاد تقريبا 30 مريض من الجروبين، يعني مش جروب. هلا في شغله انا بدي اورجيها للطلاب بس على سيره الحكي هذا اللي حكيناه، انا في عندي هاي الفايل بس هيك حبيت اورجيها للناس بس مشان يفهموا، لانه الناس يعني في طلاب ولا مره جمعوا داتا ولا بيعرفوا كيف يعني شو معنى تجميع الداتا. وصراحة والله أنا يعني جد بتجربتي ومع الطلاب ومع الناس التانين شفت ناس بيجمعوا أسلوب خطأ كتير ولقيت كتير مشاكل. طبعا مستحيل نشرح كل خطأ بالتفصيل ومشان ما نطول كمان معك بالفيديو هذا، بس مشان نورجيهم صورة. مثلا أنا عندي تمبليت، صرت خلاص كل شيء ساوي تمبليت جاهز، لأنه مو كل ريسيرش حبلش من أول وجديد ساوي فايلز جديدة، فأنا صرت استعمل الفايلات القديمة وعدلها فقط. مثلا ففي عنا هذا الفايل تبع الأذرز داتا كولكشن شيت، بس هيك نورجيها للطلاب يعرفوا يعني فكرة العامة لما تجمع داتا شو بدك تعمل. فنروح على المين شيت، هي هي فشوفوا شلون. مثلا هذا الاي دي، ففي عندنا مثلا اللي هي عندنا بالمستشفى بيبلش KA00 بعدين 00115 اللي هو الرقم الفلاني، فانت مثلا اكتب الاي دي. على فكرة يعني الطلاب احيانا يعني بيفكر بده يكتب الاسم او هيك، والاسماء يعني على الفاضي يعني كتير بتاخذ وقت واخطاء. فاي دي العمر، فهي هي خانة العمر، خانة الجندر، whatever، خانة الفاينال دياغنوسيس، الاتيولوجي، سبب المرض إلى آخره، الأوتكم. طبعا ممكن نضيف خانة زيادة حسب المرض، يعني مثلا بحالتنا بحالتك يا عمر شو كان هذا السكور الأندرسون سكور، نكتب هيك خانة أندرسون،
مثلا نفترض انه هو سكور من 1 to 5، فبصير شو بواحد بيكتب هون هذا المريض الاول 1، هذا 5، هذا 3. فيعني هي هي المبادئ، هيك بتكون الداتا كولكشن يعني، وبتزيد الكولومز على حسب الحاجه. فهي الشغلات كلها، والشيت هي لما تبلش الريسيرش بده تكون جاهزه ومتفقين عليها ومعممه على الجميع، كل واحد يخلي الشيت معه، كل واحد يخلي شيته معه ويكتب عليها اسمه، ونعرف يعني الملف هذا ما ينخبص يعني بعد مثلا جمعته سنة. أنا كم أخذ منكم وقت يعني تجميع المقيمين؟ يمكن طوله تقريبا من 2018 آه. ل 2022. فيعني مثلا قعدوا يجمعوا هالفترة، فكل مقيم يخلي الشيت هي معه اللي تعممت عليه مثلا منك أو من الدكتور المشرف، هاي الشيت معه يكتب عليها اسمه. مثلا أنا الشيت اسمه أكتب بلال الدروبي، هاي الشيت تبعي. فجمع بالأخير كلياتهم بينبعتوا على الجروب الفلاني أو على الإيميل الفلاني، تاخدهم بس بتساوي كوبي بيست، بتساويهم بعمود واحد بشيت واحدة وانت بتساوي الأناليسس. فهي الفكرة اللي حبينا نشرحها للطلاب. فكرة طلعت عندي الدكتور من 2016 تقريبا، بس بلش يطبقها 2018. أوف والله، بدأ عادي يخطط لك كتير كمان وتأخرت. طيب شكرا كثير مرة ثانية على المحادثة هي، وإن شاء الله استفادوا منها الطلاب إن شاء الله. يعطيك ألف عافية على الفرصة هاي. شكرا شكرا لك والله، هي فرصتي أنا، وإن شاء الله إنه الطلاب استفادوا. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. يعني هي كأنه هي ليلة 27 عندنا بالإمارات، 27 أنا على فكرة بحكيك من الإمارات، هي عندكم 26. آه لا خمس، ليلة 26. أنا ليلة القدر عندي بس مو عندك. يلا يا سيدي، بغض النظر عن الحسابات، فكل عام وأنت بخير يا رب وموفق. وأنت بخير يا رب. شكرا، مع السلامة.